هذه الاشياء داش كاين اخرين خمس فراس الواحد هو اللي تعدى في هذه الازمه هذه. اسيدي جايين المحطه ديال ان زكا ما لقيناش ترونسبور واحد اللي كيدخل بهذا الطاكسي ديالو بحال دابا هذا جاي بلاصي في الرومبان فسميت ديال الطاكسيات غادي الايتباع قلنا له واش غدينا قال لك لا ما مسلكنيش الحساب قلنا له سيدي راه كاين الدوبل الطاكسي كتمشي بالدوبل قال لك لا ما مسلكنيش الحساب هو كيقلب باش يدي بنادم كيقلب على هاد البلايص باش يدير معاهم 100 درهم البلاصه باش يديهم بحال كيدي كورسان بغاش يديو بنادم يحيدو من هنا يحيدو من هاد السحامات. فيما يخص فيروس كورونا اللي انتشر في المغرب كامل تلقينا يعني ما كاينينش الطاكسيات ما كاين والو اثمنه غاليه 120 درهم الافني 60 درهم التيزنيت يعني هادشي كثير على المواطنين خص الدوله تدخل باش دير شي حل لهادشي مشكله صافي خصنا نزيد بالقلب هذا نزيد البلاصه هادي نضرب هاد البلايص ثلاثه خطور دنيا انا قدام اما غير على حساب ثلاثه هادو قلتي لي والو يتهز غير مش كسر هي البلاصه غير من غير العين القليعه مش كي قلتي لنا الكيلومترات تلاقي ما بين 6 كيلومتر 8 كيلومتر تهز دار 5 دراهم غير تيوري تخاوي هادو دار كاين الفضل. بالنسبه لهذا القرار اللي خرج ديال وزاره الداخليه باش تقريص عدد الركاب ولكن حنا مع هذا القرار ولكن خاص الدوله تدخل ودعم بعدا السائقين غير بالغازوال بعدا حنا مستعدين باش نهزو هاد البلايص والتطبيق خاصو يكون على كل شيء ماشي الطوبيسات والكيران كيهزو العدد المقاعد اللي عندهم وحنا يطبق علينا هاد البلايص. يا سيدي